के लिए बुला रहा हूँ, चूँकि वक्त बिल्कुल ओवर हो चुका है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मौलाना सैयद इब्राहिम खलील अल बुखारी, जनरल सेक्रेटरी केराला मुस्लिम जमात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और वक्त का ख्याल रखते हुए सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात समेटने की ज़हमत फरमाएँ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بفضل الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، العلماء أنا الأجلة وأمراء العزة، في هذه المناسبة الميمونة ألقي إليكم كلمات قليلة عن أهمية التصوف والوسطية والاعتدال. التحديات الكبيرة التي يواجه العالم في هذا العصر الجديد، التشدد والتطرف والإرهاب، أود أن نصدح أمامكم أن التشدد والتطرف والإرهاب لا يمت للإسلام بأي صلة، لأن حرف الأول في كتاب الله تعالى الباء من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، والحرف الأخير في كلام الله تعالى سين من قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذا ضم الباء إلى الحرف الأخير السين كان مركبا ببس، بس معناه قد تم وكمل. ما شاء الله كلام الله العزيز قد كمل وتم، ومعناه والسورة الأخيرة سورة الناس، والناس في هذه السورة 5 مرات، وذلك أكبر دليل على أن أهمية الإنسانية. فكيف يوافق التطرف والإرهاب للإنسانية؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على لكل شيء طرفان ووسطا، فمن تمسك بأحد الطرفين مال الآخر، ومن تمسك بالوسط اعتدلا واستوى. ولذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة وأيضا أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس. والوسطية والاعتدال، وهذا طريقة الصوفية، وهذا طريقة أهل السنة والجماعة والمتطرفين والإرهابيين ليس لهم أي ديانة، وديانتهم التطرف والإرهاب. أول معصية هو خروج من طريقة الصوفية، ولذلك يجب علينا، ينبغي لنا أن نتمسك كل التمسك بالصوفية، وأن ندخل دائرة الأصفياء الأولياء كغوث الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وسائر الأولياء. وليس لي
لي وقت ولذلك أختتم كلامي أخيرا أن التصوف مركب من أربعة أحرف التاء والصاد والواء والفاء تصوف التاء يدل على التقوى والصاد يدل على الصفاء والواء يدل على الولاية والفاء يدل على الفناء التقوى والصفاء والولاية والفناء وهذه المعاني يتركب تصوف إن شاء الله والباقي بعد إن شاء الله يلقي يتوجه إليكم الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعى بكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله بارك شكرا جزيلا يا شيخنا الكريم الشيخ إبراهيم خليل البخاري على إلقائه خطبة وجيزة قيمة نافعة حضرت نے فرمایا کہ تصوف ہی اصل حل ہے اور مسلمانوں کا اہل